لدينا مصادر ونتابع ونعرف. صحيح أنا أؤكد لك هناك فساد مستشري في العراق، وهذا الفساد يعني أتت به الطبقة السياسية في حقيقة الأمر، الطبقة السياسية، لأن الفساد ابتدأ في الطبقة السياسية ومن ثم انتشر إلى عموم مرافق الدولة. لكن ربما كان هناك قصور في محاربة أو مكافحة الفساد. نعم. المستفيد الأكبر في هذا المؤتمر هم اللصوص الذين نهبوا العراق طيلة 15 سنة الماضية، والذين دمروه وقتلوا شعبه وهجروا الملايين من مدنهم بدعاوى الإرهاب الذي صنعوه هم بأنفسهم، والذي كان العراق خاليا منه تماما قبل الغزو والاحتلال. الغزو والاحتلال وعملاء هم الذين سيستفيدون من هذه المليارات التي قيل أنه يعني حصل عليها العراق من هذا المؤتمر. في الحقيقة العراق لم يحصل على شيء من هذا المؤتمر. المبالغ التي قيل أنها جمعت كحصيلة في مؤتمر إعمار العراق في الكويت تبلغ نحو 31 مليار دولار. أكثر من 27 مليار دولار هي قروض وليست منح، وفي كل الأحوال العراق سيكبل بمزيد من الديون ومزيد من فوائد هذه القروض. ولن يجني شعب العراق منها أي شيء. يعني العراقيون يعرفون جيدا أن طيلة السنوات 15 الماضية دخل إلى العراق مبالغ تصل إلى أكثر من 1000 مليار دولار. نعم. وقد تم تبديدها بالكامل، سرقتها بالكامل، و يعني لم يجد العراقيون لا شارعا ولا مستشفى ولا جسرا ولا معملا. بالعكس للأسف كل الصناعات التي كانت في العراق تم إيقافها وتم تدميرها، تم تدمير القطاع الزراعي، تدمير قطاع النقل. ليس أمامه خيار سوى اللجوء إلى هذا الطريق. هذه المبالغ هي ليست مبالغ هينة أو قليلة. المبالغ التي ترتبت على طلب العراق من جراء تدمير البنى التحتية ربما تكون أكبر من ميزانيات دول، والعراق يمر بضائقة اقتصادية ليس هو طرف فيها، وإنما سبب السياسة النقدية المالية وتدني أسعار النفط. لكن أيضا بالمقابل لا يستطيع العراق أن يترك نازحين خارج منازلهم، ولا يستطيع أيضا أن يتواجه مع الشعب العراقي وهو يعيش حالة من البؤس والضيم. لا، ربما أيضا بسبب بعض الانتكاسات التي حصلت في أداء المنجز. لكن لا ننسى أن العراق لمدة 12 عاما يقاتل أشرس وأخطر عدو ربما عجزت بعض الدول الكبرى عن مواجهته، وهذا استنزف ليس ميزانية العراق فقط، وإنما استنزف أرواح العراق، دماء العراق، واستنزف البنى التحتية. إرهاب داعش بدأ في 2014 في حين إرهاب اللصوص والفاسدين بدأ مع غزو العراق في اليوم الأول لاحتلال العراق صبيحة 9 من نيسان 2003. في هذا الوقت بدأت عملية سرقة العراق وتدمير كل معالم الحياة فيه بشكل مقصود. وبالتالي كانت لدى المحتل الأمريكي ولدى عملائه في الحكومات التي نصبها كانت أمامهم فرصة كبيرة لبناء العراق أو للمحافظة على الأقل على ما كان في العراق من منشآت ومن مباني ومن معالم الحياة ومن معالم النهضة والعمران والفن ومن البنية التحتية، في حين قامت هذه السلطات سواء سلطات المحتل الأمريكي الذي يتحمل بالأساس مسؤولية تدمير العراق، ثم الحكومات التي نصبها وهي كلها من حزب الدعوة للمفارقة، ويبدو أن هذا الحزب هو الأقدر على القيام بمهام مشروع تدمير العراق. هذه الحكومات وأغلبها أفرزتها عمليات يتحملون هذه المسؤولية. كثير من الدول لا تزال متخوفة من موقف العراق أو من كيفية استغلال العراق لهذه الأموال. إنما في الأمر المعكوس الآخر حسب ما نطلع ونتابع على حقيقة ما يجري في أروقة الحكومة العراقية، إنها أصبحت ملزمة
ملزمة عفوا أمام العالم لأن تؤدي واجبها بالتمام والكمال. هذا بالإضافة إلى هناك لجان دولية وأيضا لجنة بين العراق والكويت للإشراف على كيفية إنفاق هذه الأموال. العراق الآن مثل ما تفضل ضيفك وقال أن هذه الأموال سوف تذهب إلى جيوب المسؤولين في العراق. أنا لست بصدد الدفاع عن الوضع العراقي، لكن أحب أن أنبه أنه ببساطة هذه ستذهب إلى جيوب المسؤولين. لكن أيضا بالمقابل يا أستاذ، يعني في هذا الموضوع هناك حالات فساد تتحدث عنها الحكومة وتسعى لمكافحتها، وهناك اعتراف عراقي داخلي بحالات الفساد. إذا كان أنت تتحدث عن، أعطيك مثال بسيط، نائب عراقي راتبه 25,000 دولار. هذا ال 25,000 دولار في دول عربية أخرى يدفعون بها رواتب كل أجور النواب ويفضل. في السنوات السابقة أو المنصرمة، وأيضا ربما كان وجود داعش قد أعطى الأولوية لمواجهة داعش قبل أن تقضي على ما تبقى من العراق، وهذا كان هدف داعش، وهذه حقيقة قد شهدها العالم برمته. ولهذا لو لم تكن هذه حقيقة لما وقف التحالف الدولي ب 62 دولة، وهذه أول مبادرة تاريخية في العالم أن تقف 62 دولة إلى جانب العراق لمحاربة داعش. هذا يعني أنه هذا الخطر كان ممكن أن يودي بحياة العراقيين ويودي بحياة العراق. على الإطلاق العراق بلد غني، ربما هو الثاني في خزين النفط في العالم. العراق كما تفضلت ينتج أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا، يصدر أكثر من 3.5 مليون برميل يوميا. عائداته الشهرية تتراوح في الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليار دولار. السلطات في العراق على مدى 15 سنة، وهي امتداد لحزب واحد، هي سلطة حزب الدعوة ابتداء من إبراهيم الجعفري ثم نوري المالكي ثم نوري المالكي ثم الدوبلير حيدر العبادي، وهكذا كلها أنفقت أكثر من 1,000 مليار دولار في بسبب السرقات والفساد والرشا نعم هذا الوارد من تصدير النفط فقط للشهر الماضي. وبالتالي العراق لا يهمه الحصول على 30 مليار من القروض التي تكبله بالديون. كما قلت لك السلطات التي حكمت العراق أو تتحكم به أهدرت أكثر من 1,000 مليار دولار نقدا على مدى السنوات 15 الماضية، مع تدمير كل معالم الحياة التي كانت قائمة والتي أنشأتها الدولة الوطنية العراقية منذ قيامها في مطلع العشرينات وحتى احتلال العراق. هؤلاء الموجودون الآن في السلطة هم نفسهم الذين يحكمون طيلة 15 سنة، وبالتالي هم المتهمون بالفساد، هم من أهدروا، هم من تسببوا بسبب سوء الإدارة. حتى إذا كان هناك جزء لسوء الإدارة، عملية هبوط أسعار النفط ليست هي السبب الحقيقي في هذا الذي جرى، وإنما الفساد الذي يعصف في كل مناحي العراق، وسطوة الميليشيات التي تتحكم في كل نواحي الحياة في العراق من مؤسسة الرئاسة ثم الوزارة ثم البرلمان إلى أبعد نقطة في إدارية أو أمنية أو عسكرية في العراق على مدى الخارطة، على امتداد الخارطة الجغرافية في الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب. حيدر العبادي نفسه كان رئيس اللجنة المالية في الحكومة السابقة، رئيس اللجنة المالية في البرلمان في الحكومة السابقة حكومة نوري المالكي، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الكاملة بالمشاركة مع رئيس الوزراء طبعا وباختلاف النسب بالمسؤولية عن كل الفساد الذي جرى وعن كل القوانين الجائرة والظالمة التي حصلت في العراق وعن كل يعني مشاريع القتل والتدمير والإرهاب. ودعني أقول لك شيئا، نقلا عن أحد وزراء الدولة العراقية الحالية. العراق يسدد ما قيمته 20% من عائدات وزارة النقل تحديدا، وهي ملك للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية كما يسمى منذ غزو العراق وحتى الآن. حتى الوزير الحالي هو بترشيح من عمار الحكيم الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى وانشق عنه بتيار الحكمة، يسلم 20% من عائدات وزارة النقل إلى إيران.
هذا ما أدلى به إلي وزير عراقي، وبلغت مجموع أقيام فساد الطبقة الحاكمة التي جاءت هي بهم. أولا، ثانيا المفتش الأمريكي الذي تولى عملية تحقيق في فترة مجلس الحكم، سلطة مجلس الحكم التي امتدت نحو عام في العراق بين 2003 و2004، والتي كان حيدر العبادي وزيرا للاتصالات فيها، المفتش الأمريكي، وليس نحن الذين نرفض هذه الحكومة ونعارض العملية السياسية، المفتش الأمريكي يعلن بصراحة وبالوثائق وبالأدلة وبالتواريخ عمليات رشا سلمها حيدر العبادي شخصيا بأقيام تتراوح بين 3 و5 مليون دولار. نحن لا علاقة لنا بما تقول، لأجل منح الاتصالات. أنت تتحمل مسؤولية حيدر العبادي، رح يرفع عليك أنت دعوة. مسؤولية المحقق، نعم، يرفع علي دعوة، نعم أنا مستعد لتقبل هذه الدعوة، والمحقق الأمريكي والتقرير في الحقيقة موجود لدي ويثبت هذه الأمور، يثبت أن حيدر العبادي تلقى من نجيب سايروس رئيس تحالف أوراسكوم للاتصالات رشا تصل بين 3 و5 مليون دولار، وسلمت مثلها إلى إبراهيم الجعفري. طيب. الذي كان رئيسا لحزب الدعوة ورئيسا حتى لا نحيد عن موضوعنا في تلك الفترة، وسلمت هذه المبالغ في لندن. حتى لا نحيد على موضوعنا، خلينا في المساعدة. هذا عن الجانب الأمريكي. هذا لا، هو هذا موضوعنا عن الفساد. أيه. هو هذا، لماذا الجانب الأمريكي لا يقدم المنح والقروض للعراق؟ لأنه يعرف فساد هذه السلطة. أما لماذا إيران لا تقدم؟ إيران هي المستفيد الأكبر من هذه العمليات التي تجري، عمليات النهب الواسع الذي تجري في العراق. العراق خرج من الفصل السابع كما يقال، والآن كل له كامل الحرية في تصدير النفط وفي كل المفردات الأخرى التي يجني منها الأموال. وكما قلت لك، أخبرني وزير عراقي أن هناك 20% من عائدات وزارة النقل تذهب إلى إيران، وأن أكثر من 300 مليار أو نحو 300 مليار دولار هي قيمة المبالغ التي هربت من العراق إلى إيران في عهد نور المالكي وتم دعم الميليشيات بها. يعني غير نزيه ويحاول أن ينال من الوضع العراقي يصدر هكذا تصريحات. يا أخي نحن نعمل، أنا أعمل بالصحافة منذ 40 سنة، إذا كان الأخ يعمل في مواقع الآن، أنا عملت 40 سنة في الصحافة وفي الإعلام، ونعرف تجربة العراق. وأنا أكرر مرة أخرى، أنا لا يعني لا أستثني العراق، فيه مشاكل، فيه فساد، فيه محاصصة، فيه قضية، هذه كلها أشياء نحن في الإعلام نشخصها وندينها ونسعى إلى تماماً التخلص منها، لكننا أمام حيتان، وهذه الحيتان ربما مدعومة من بعض الدول لأن تفسد التجربة العراقية ولأن تفسد النهضة العراقية. نحن لا نقول قد ارتقينا ووصلنا وحققنا ونجحنا، وضيفي لم يقل غير ذلك، نقول ربما ذكر بعض الأسماء. يعني أنتم لا تختلفان كثيرا. أولا حاول ضيفك الكريم الحط من أو تقليل من قيمة المعلومات التي أدلي بها، وتحدث عن 40 سنة له في الصحافة، وهي حقيقة كانت في تصميم أغلفة الكتب في دار الشؤون الثقافية. لكن الحقيقة الذي يعني لا ينكرها الجميع والذي اعترف هو بها أيضا، أن هناك حيتان هائلة من الفساد تأكل كل ما يرد إلى العراق من موارد، بصرف النظر عن رقم كان سواء 20% أو 19%. وبالإمكان العودة إلى التاريخ، نحن لم ننسى الحقيقة، لم تمسح ذاكرتنا كل الوزراء الذين تعاقبوا، من باقر صولاغ إلى الحالي الذي رشحه عمار الحكيم، إلى كاظم فنجان، إلى الذي سبقه هادي العامري، وهكذا كلهم تولوا مسؤولية وزارة النقل ومطار النجف على سبيل المثال. حاول حيدر العبادي استخلاصه من سيطرة المجلس الأعلى وفشل حتى وهو رئيس وزراء. أما الحديث عن أن هناك انتصار لما يسمى في العراق، أولا تم تدمير
نعم تم القضاء على أماكن وجود داعش ولكن بكلفة عالية جدا، تم تهجير الملايين، تدمير كامل للمدن في الفلوجة وفي الرمادي وفي الموصل وفي بيجي، سرقت حتى مصفات النفط لإفقار هذه المدينة وأهلها. وبالتالي ما يطرح الآن من مشاريع للاستثمار بعضها بمبالغ بسيطة لا تعادل سرقة عضو واحد من أعضاء حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ 14 عاما. وهناك الكثير جدا من العروض الاستثمارية التي قدمها العراق، بعضها لبيع حتى البنى التحتية التي قائمة فعلا، التي طبعا لم ينجزها هؤلاء في ظل دولة الاحتلال بعد 2003، ولكن كانت منجزة من العهد الوطني السابق. شكرا. يريدون استثمارها أيضا وبيعها للمستثمرين، وبيعها أيضا وبيع المشاريع الموجودة.